كنت أفكر في شيء وأردت أن أقوله لك بعد الصلاة، ولم أنم بعد. أريد أن أعطيك الآن مهمة أخرى يا يونس. لقد فكرت كثيراً، أنت الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بها في التكية. من الآن كرر مقولة أنا لا أعرف. لمن يسألك عن أي شيء قل له لا أعرف. من يريد أن يأخذ رأيك في أي شيء أو أي موضوع ذو أهمية قل له أيضاً أنا لا أعرف. لا تغيب تلك الجملة عن لسانك. من الآن فصاعداً ستكون جملة أنا لا أعرف واجباً عليك. صباحك مبارك بإذن الله. صباحك مبارك إن شاء الله. لماذا أنت صامت هكذا؟ أنا لا أعرف. يبدو أنك لم تنم ليلاً. أنا لا أعرف. أظن أنك نهضت الآن من أجل الصلاة. دعنا نتوضأ إذن. أنت أردت هذا. ما الذي أردته؟ لماذا أتيت إلى التكية؟ هل استقلت من القضاء لتقوم بالكنس هنا؟ انسى أمر العصيان. أنت أردت هذا ولم يجبرك أحد، وأتيت بملء إرادتك.